إلى تونس، حيث وافق البرلمان التونسي على ميزانية بقيمة 19 مليار دولار للعام القادم تضم عجزا ماليا نسبته 6.6%، وجرى إقرار مشروع القانون بموافقة 110 نواب من أصل 217. بالحد الأدنى من الأصوات مر مشروع موازنة الدولة المثير للجدل، لم يتجاوز الأجل الدستوري. نجح البرلمان في تخطي امتحان صعب كاد يدخله في أزمة. تقول أصوات داخل النهضة إن هناك من كان يتربص بها وينتظر فشلها في تمرير الموازنة. النهضة اللي هي حرصت على المصالحة وعلى التوافق وعلى المشاركة، الناس المنافسين السياسيين مش قابلين يلعبوا اللعبة الديمقراطية، يرضى بأنه هو أقلية في المشهد البرلماني، الأقلية محترمة إلى أقصى الحدود، لكن لا يمكن أن تكون هي الأغلبية، أن تقرر هي جلسة تصير ولا لا، وموضوع يقع تناوله ولا لا. استفاق التونسيون على مصادقة البرلمان على مشروع موازنة الدولة إذن. بسببه تحول البرلمان إلى ساحة للاحتجاج والاعتصام في مشهد بات مألوفا تحت قبة المؤسسة التشريعية. أعتقد أن المصادقة على القانون يعني لا يجب أن يصور للبعض أن تجاوزنا الأزمة، فرئاسة البرلمان وخاصة الحزام السياسي يجب أن يتحمل مسؤوليته وأن لا يهرب إلى الأمام. ليس استثناء ما حدث خلال مناقشة مشروع موازنة الدولة. المشهد يتكرر سنويا في فترة تعرف تاريخيا في تونس بأجوائها السياسية الساخنة، لكن اللافت هذه المرة أن الشرخ بين الأحزاب يزداد يوما بعد يوم، ويبقى التعويل على الحوار الوطني المرتقب أن يحدث بارقة أمل. أنهى البرلمان الجدل بشأن الموازنة، لكنه لم ينهي السجال بشأن عمله وقدرته على فرض احترام الدستور، أو على الأقل احترام الاختلافات تحت قبة البرلمان. وسام الدعاسي، العربي، تونس. للمزيد ينضم إلينا من تونس صالح عطية، مدير موقع الرأي الجديد. أستاذ صالح، مرحبا بك معنا. اتفاق في يعني اللحظات الأخيرة قبل انتهاء الأجال الدستورية، يعني كيف تم هذا الاتفاق؟ ما السر وراء توافق كل الكتل تقريبا بمن حضر على بنود الموازنة في حين أنهم هاجموها مرارا وتكرارا يعني خلال الأيام والأسابيع الماضية؟ طبعا هذا نوع من السكيزوفرينيا السياسية في المشهد السياسي التونسي، تجد مداخلات داخل البرلمان وبيانات سياسية تنتقد بشدة، ويخيل إليك أنها ستذهب باتجاه الرفض وعدم القبول بمشروع القانون أو مشروع الموازنة، وبالتالي يعني التصويت عليه بلا، ولكن عند التصويت تجد الأصابع والأيدي ترتفع وينزل يضغط على القرص من أجل التصويت بنعم، خوفا من الحرج السياسي، خوفا من الحرج الشعبي، خوفا أيضا من أن تظهر المعارضة في شكل معارضة عدمية. وبالتالي هذا هو الحقيقة الواقع السياسي التونسي منذ 10 سنوات نمر نعيشه في تونس بهذه الصورة ربما الغريبة والعجيبة. الديمقراطيات لا تعيش بهذا المنطق، هنالك أغلبية وهنالك أقلية، الأقلية تقترح، يقوت مقترح. الأقلية عندنا في تونس في البرلمان تريد أن تكون هي المتحكم وهي صاحبة القرار وصانعة القرار السياسي والبرلماني والتشريعي في تونس، وهذا لم يحصل ولن يحصل في تقديري، لأن الحزام السياسي مراهن كبير على استمرار الحكومة من جهة، وعلى أن تمر هذه القوانين بهذا الحزام السياسي، وإلا لا معنى للديمقراطية إذا ما كانت الأغلبية ستفتك السلطة وصنع القرار السياسي من الأغلبية. طيب ما مدى عقلانية تنفيذ صح تعبير تنفيذ هذه الميزانية؟ كثيرون يعني انتقدوها، ليس فقط من الأحزاب، أيضا حتى من المختصين. الحكومة نفسها اضطرت إلى سحب بعض البنود في اللحظات الأخيرة. ما مدى إمكانية تنفيذها والحال اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا يعني صعب جدا اليوم في تونس؟ هو وقع خلال الساعات الماضية أو الأيام القليلة الماضية على الأقل في ظل هذه التجاذبات، هنالك تعديلات أدخلت على الموازنة بشكل عميق. مثلا نسبة الاقتراض الخارجي كانت 55 مليار دينار تونسي،
يعني انخفضت إلى 19. نسبة معناها الدعم الاجتماعي كان في حدود ضيقة جدا، وقع تعديله في اتجاه المساكن الاجتماعية، في اتجاه إيجاد فرص عمل، في اتجاه توفير الدعم للمواد الأساسية للمواطنين التونسيين بأشكال مختلفة، وعلى الأقل رفض يعني التقليص من هذا الدعم بشكل آخر. كل هذا كان بفضل ربما المقترحات والتعديلات والانتقادات من المعارضة وحتى من الحزام الحاكم. أكثر شيء وقع في تقديري مهم جدا، وهو يعني قبول الحكومة ورئيس الحكومة السيد هشام المشيشي بأن يجري تعديلات على الموازنة فيما يسمى بالميزانية التكميلية قريبا التي ستقدم إلى البرلمان التونسي، وفيها رهان على المسألة الاجتماعية والاقتصادية بشكل واضح من أجل الحد من هذه الانتقادات ومن أجل تنفيذها بأكثر سلامة حفاظا على السلم الاجتماعي وتقليصا إلى قدر معين في الحقيقة ومحدود فيما يتعلق بالاحتجاجات الاجتماعية المتصاعدة لأسباب اجتماعية واقتصادية وأيضا لأسباب ودواعي سياسية كذلك. هناك رغبة من الحكومة في الحقيقة لكي تطوي صفحة الموازنة باتجاه تنفيذها رغم محدودية الموارد المالية طبعا في ظرف تونسي صعب جدا، وفي ظل اقتراض عالي المستوى، في ظل عجز الموازنة، وفي ظل غياب الاستثمارات الكبرى التي يمكن أن تدر أموال وتعبئة موارد استثمارية من الخارج. ربما رئيس الحكومة في زيارته إلى باريس وإيطاليا انطلاقا من يوم الأحد المقبل قد تكون هذه المحطة الأولى لجلب استثمارات ودفع شركاء تونس في الاتحاد الأوروبي من أجل دعم التجربة التونسية من زاوية الاجتماعية والاقتصادية. أشكرك صرح عطية مدير موقع الرأي الجديد، كنت معنا من تونس.